Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. هلا والله شباب، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد، اسرع طريقه تلفيل الباتل باس. طبعا اكو طرق هوايه، من ضمنها اوف لاين، من ضمنها اون لاين، راح نتطرق لها بهذا الفيديو. الطريقه الاولى هي تلعبون الكو اب مثل ما تعرفون، اللي هو الطرق الاوف لاين، المشينات تلعبوها بتكم اكس بي تقريبا ليفل ونص وليفل لاين حسب قوه المهمه، ومود السرفايفل هم يعطيكم اكس بي لا باس بيه. هذا بالنسبة للاوف لاين، اللي يحب يلعب اطوار الاوف لاين فيقدر يلعب هذين الطورين بهم اكس بي زين. اما بالنسبة لطور الاونلاين فيعتمد على هواي شغلات طور الاونلاين. اول شي المود اللعب، اوكي مود اللعب تلعبون شنو، يعني مود لعب مثلا جيم يكون طويل، دومينيشن، هارد بوينت والى اخره. هاي اول شغله. ثاني شغله لازم تجيبون اعلى كلات في الجيم، يعني اذا تجيبون 40 كل 30 كل يعني يكون كلاتك عالية، راح كما تكثر الكلات مالتك عندك اكس بي اكثر بالتير وبالليفل الحساب مالتك. اوكي هاي بالنسبة للجيم بلاي. نجي لشغلة الفيلد ابجريد. الفيلد ابجريد بدون تحطون صندوق الطلقات، بريد الطلقات وجرينيت، هذا متزول بالجاويجي اللي يلعب وياكم نفس التيم راح يعطيك اكس بي عليه. الشغلة الثانية اللي هي التشالنجات، مثل ما تعرفون هاي التشالنجات موجودة باللعبة اللي هي تكتب سكنات. كل ليفل من التشالنج اللي تحددوه اللي تشغلوه انتو، مثلا انا بشغل هذا التشالنج كان ينطيني من الاول 2000 بعدين 3000 ويرتفع هكذا لحد ما يوصل اخر واحد اللي هو 10000. بالمرة انتو قاعد تسوون تشالنج حتى تطلعون في السلاح او تطلعون في اللون، وبنفس الوقت ينطيكم اكس بي يفيدكم بالتير وبتنفيذ الحساب. اللي بعدها اللي هي التشالنجات اليومية، تجيبيها تكون اكس بي، هاي شغلة حلوة. والرانك، بالنسبة للرانك طبعا ينطي اكس بي، تقدرون تلعبون شغلات محددة. مثلا يقول لك هنا تقتل 60 واحد بالرايفل او السنايبر، تقتل تخلص هذا التشالنج يعطيك 6000. اكو تشالنجات بيها 12000، اكو بيها 15000. مثلا هذا يقول لك تقتل 25 واحد بالسي 4، هذا دايركت يشتغل يعني ما يحتاج تفعله، بس تقتلون 25 واحد مثلا راح يعطيك الاكس بي مباشرة. هذني تقريبا اسرع الطرق. طبعا مثل ما قلت لكم، اذا تفضلوا تلعبون الاوف لاين العبوا الاوف لاين، اذا تلعبون الاونلاين العبوا الاونلاين. انا بالنسبة لي افضل الاونلاين، شوي بيها حماس وبيها جلد. الشغلة اللي بعدها اللي هي التدريب، مثل ما تعرفون التدريب اذا تاخذ 3 نجوم يعطيك 10000، ونجمتين يعطيك 7000، 5 نجوم واحدة يعطيك 5000. هذا بالنسبة للتدريب. طبعا ما وصلت لي يمكن مرة او مرتين لعبته. رأس القبول كويك بلاي والعب اونلاين، مالي وهس للشغلات الاوفلاين. اللي يحب يدخل يلعب. بالنسبة لجراند وور طبعا اذا تجون بكلات اوكي راح يعطيكم اكس بي اعلى من الجمل العادية. طبعا مثل ما تعرفون اذا عندكم اكس بي اللي هو دبل اكس بي ينتقم اياه بالباتل باس اللي هو هذا، طبعا حيكون افضل راح يعطيكم دبل اكس بي دبل اللي تاخذوه. هذا شرح مبسط لتلفيل التيرات. ان شاء الله يكون فيدكم بهذا الفيديو. لا تنسوا الدعم والاشتراك بالقناة. سلام.